عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. يشهد العالم أحداثا جيوسياسية كبيرة، كثير منها توترات في المنطقة، وذلك عن ذلك يعبر محللون اقتصاديون أن ما بدأ عندما بدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي من جائحة كورونا، دخلنا في تبعات الحرب الأوكرانية، إلى أننا في الحقيقة نعيش حالة من توالي الأزمات الاقتصادية. وبينما فيما يخص برنامجنا، بعض البيانات الاقتصادية اليوم جاءت إيجابية كتسجيل أسعار النفط ارتفاعا بينما الذهب يتراجع. تفاصيل في حلقة هذا المساء، ابقوا معنا. متواضعة للمؤشرات الأمريكية خلال تداولات الأسبوع الماضي بفعل التقلبات ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، وسط أمل المستثمرين بتحقيق سيناريو الهبوط الناعم لأكبر اقتصادات العالم. نتابع هذا التقرير مع مراسلنا من نيويورك أسامة عبد العزيز. أضاف الاقتصاد الأمريكي عددا أكبر من الوظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث أعلنت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 254 ألف وظيفة، متجاوزاً متوسط الزيادات التي شهدها سوق العمل خلال العام الماضي. وكان قطاع خدمات الطعام والشراب هو الأكثر إضافة للوظائف، يليه قطاع الرعاية الصحية ثم الحكومة والبناء. تقرير الوظائف صحي للغاية، ومع انخفاض معدلات البطالة كذلك ارتفاع الأجور، كل هذا يعزز الثقة تجاه عدم انزلاق الاقتصاد نحو الركود. وكان عمال الموانئ الأمريكية قد أنهوا إضراباً استمر لمدة 3 أيام بسبب فشل المفاوضات بشأن الأجور، الأمر الذي تسبب في تعطل قرابة نصف حركة التجارة الخارجية المنقولة بحراً، بعد خسائر يومية بلغت نصف مليار دولار خلال فترة الإضراب. هناك نقطتان رئيسيتان تتعلقان بالإضراب. النقطة الأولى الأجور، حيث فقد المستهلكون والعمال ما يقرب من 25% من قوتهم الشرائية. والثاني، وهو مثير للجدل بشكل مفرط، يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تخطط معظم الموانئ في الولايات المتحدة باستخدام الذكاء الاصطناعي في السنوات القادمة. وقد عززت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات الأسبوع، لترتفع للأسبوع الرابع على التوالي بعد التقلبات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي خلال الأسبوع بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 42,352 نقطة. وارتفع مؤشر ستاندر أمبورز الأوسع نطاقاً بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 5,751 نقطة. وارتفع كذلك مؤشر الناسداك المجمع بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 18,137 نقطة. ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأسبوع الماضي متأثرة ببيانات خفض أسعار الفائدة. لبرنامج للأرقام لغة، أسامة عبد العزيز، قناة الأخبار، نيويورك. وللمزيد حول أداء الأسواق الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد عرفة، محلل لأسواق المال العالمية. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك. بداية، كيف أثر تقرير الوظائف الأمريكية خلال شهر سبتمبر، يعني التي أتت بيانات أفضل من التوقعات، على المؤشرات الأمريكية؟ بالفعل، يمكن ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية الأسبوع الماضي يعني بشكل طفيف بعض الشيء، ولكن نتحدث عن وظائف غير زراعية أفضل من المتوقع كانت بكثير. نتحدث على مستويات 254 ألف وظيفة، كان من المتوقع 147 ألف وظيفة فقط. في القراءة السابقة كانت الفعلية تصل إلى 82 ألف وظيفة. طبعا معدل البطالة وتقرير الوظائف هو ما يهم الفيدرالي في عمليات خفض الفائدة في الاجتماعات القادمة، وبالتالي
هل هذه البيانات قد تعطي البنك الفيدرالي الأمريكي الحق في أن يثبت أسعار الفائدة في نفس المناطق دون تغيير، أم سيقول بخفض لأسعار الفائدة مرة أخرى ب 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم؟ هذا ما يدور الآن في الأسواق. ولكن ما يحدث الآن من أخبار جيوسياسية تؤثر بشكل كبير من إضرابات التي كانت موجودة في نهاية الأسبوع الماضي وتم التوصل إلى حلول إليها، كان بهم بعدها أثر يعني سلبي بعض الشيء، ولكن مع نهاية الأسبوع كانت الإغلاقات تعتبر جيدة نوعا ما. قطاع طيب. الخدمات يصل إلى مستويات أعلى من 18 شهر، وهذه من المستويات الجيدة جدا بالنسبة لقطاع الخدمات. طيب هل لك أن تحدثنا يعني عن أبرز القطاعات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر S&P 500 والمؤشرات الرئيسية الثلاث بشكل عام؟ نحن نتحدث عن ارتفاعات طفيفة بعض الشيء وليست ارتفاعات قوية، يعني يمكن المؤشر الوحيد الذي ارتفع بشكل ملحوظ يعني بشكل يعني نتحدث على 100-150 نقطة هي مستويات الداو جونز، ولكن S&P والناسداك يعني خلينا نتكلم على انفيديا مثلا ارتفعت بشكل كبير خلال الجلستين الماضيتين، ولكن لا يوجد سهم معين بذاته هو الذي حرك الأسواق. يمكن قطاع النفطي هو اللي كان فيه عليها نوع من الارتفاعات بعض الشيء في الأسهم الأمريكية، هذا ما قاد الأسهم إلى ارتفاع في نهاية الأسبوع الماضي. ولكن مع بداية الأسبوع يعني خلينا نتكلم اليوم نحن في بداية الأسبوع و بداية يوم يعني يوم الاثنين أول تداول الأسبوع، هناك تراجعات تشبه إجمالية على جميع الأسواق سواء كانت الأمريكية من داو جونز أو S&P أو الناسداك، وهو بنسب كبيرة نتحدث على مستويات من 1% على الداو جونز 400 نقطة تقريبا انخفاض اليوم، S&P تقريبا حوالي 16% والناسداك تقريبا 1% بنسبة خسارة 190 نقطة تقريبا إلى الآن، وبالتالي بداية سيئة جدا اليوم مع الأسواق الأمريكية. يعني أرقام متواضعة، يعني شهدنا في الأسبوع الماضي تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة إلى مستوى غير مسبوق، كيف كانت ردة الفعل بالنسبة للأسواق الأمريكية على كل هذه التطورات في منطقة الشرق الأوسط تحديدا؟ عفوا في الصوت ما سمعت السؤال مرة ثانية. حسنا، يعني شهدنا في الأسبوع الماضي الكثير من التوترات الجيوسياسية في المنطقة يعني إلى مستوى كان غير مسبوق، كيف كانت ردة فعل الأسواق الأمريكية على كل هذه التطورات التي حصلت في منطقة الشرق الأوسط؟ كيف تأثر السوق الأمريكي بذلك؟ ما يهم الإدارة الأمريكية هي تهدئة الأوضاع وليست تصعيد الأوضاع، يعني في المضمون قد يكون هناك تصعيد ولكن في العلن هناك نوع من تهدئة للأوضاع الجيوسياسية ومحاولة لكبح جماح ما يحدث في المنطقة بشكل عام، ولكن لم تؤثر بشكل كبير على الأسواق الأمريكية لأن إلى الآن في هناك أسعار فائدة قادمة، في هناك نوع من نتكلم على نتائج الشركات في الربع الرابع، هناك بيانات قوية صدرت خلال الأسبوع الماضي وفي بيانات أقوى سوف تظهر في الأسابيع القادمة، وبالتالي لم تؤثر إلى الآن الأخبار الجيوسياسية على الأسهم بشكل عام، ولكن أثرت على أسعار الطاقة وعلى أسعار الذهب بشكل خاص. طيب أستاذ محمد، يعني تقييم حضرتك لأداء الأسواق الأمريكية بالنسبة للربع الثالث، وماذا عن مستقبل الربع الرابع؟ طبعا مستوياتنا في الربع الثالث كانت مستويات جيدة بجميع القطاعات، سواء كان قطاعات تكنولوجيا أو S&P أو الداو جونز، وبالتالي جميع القطاعات كانت عند أعلى مستوياتها، خاصة الداو جونز والS&P كانت مستويات قياسية جديدة شاهدناها خلال الشهر الماضي، طبعا بعد ما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض ما يقارب حوالي 50 نقطة أساس في الاجتماع السابق. ولكن في الاجتماع في خلال ثلاث كان نتحدث من الآن إلى نهاية العام، نحن على نهاية عام أو إغلاق سنة أخرى مع بداية عام 2025، قد يكون هناك نوع من التراجع بعض الشيء، ولكن إلى أن يكون هناك رئيس جديد للولايات المتحدة الأمريكية على ما أظن أن الأسعار سوف تظل في نفس هذه المستويات دون تغيير يعني كبير سواء كان في ارتفاع أو في انخفاض، وبالتالي الأسعار سوف تظل في هذه المناطق إلى نهاية الربع الرابع في العام 2024.
إذن الأستاذ محمد عرفة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. دعونا الآن ننتقل معكم إلى الطرف الآخر من الاستديو والزميل عبد الرحمن. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، كما شاهدنا الأسبوع السابق كان هنالك زخم شرائي على الأسهم الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أتى أحسن من المتوقع وأضاف أكثر من 250 ألف وظيفة، حوالي 254 ألف وظيفة، وقد فاقت توقعات. وهذا يعني راح يخلي الفيدرالي يعيد النظر ما إذا كان يريد المزيد من التخفيضات الكبيرة مثل 50 أو حتى 75 نقطة أساس. لنلقي نظرة على الرسوم البيانية للمزيد من التفاصيل. نبتدأ معكم بمؤشر الـ S&P 500، ارتفع في آخر جلسة تداولات وعلى أساس أسبوعي بنسبة 0.90%، وقد تداول وأغلق آخر جلسة عند 5751.7 نقاط. هذا المؤشر شهد دفعة إيجابية من البيانات الإيجابية لسوق العمل التي طمأنت المستثمرين حول قوة الاقتصاد الأمريكي، كما ساهمت شركات مثل ميتا بلاتفورم في رفع المؤشر، حيث ارتفعت الأسهم الشركة بنسبة 2.3% بفضل التفاؤل بشأن أعمالها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والإعلانات. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل معكم إلى مؤشر الداو جونز الصناعي، حيث أغلق آخر جلسة تداولات كما هو واضح عند 42,352.75 نقطة، وكان هنالك ارتفاع على أساس أسبوعي بنسبة 0.81%، وقد ساهمت العديد من القطاعات الصناعية وقطاعات المرافق في دفع المؤشر للأعلى، بالإضافة إلى ارتفاع أسهم شركات الطاقة مثل أكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم، اللتان شهدتا مكاسب بسبب ارتفاع أسعار النفط. والآن إلى مؤشر التكنولوجي، مؤشر الناسداك، أغلق آخر جلسة تداولات عند 18,137.85 نقطة على ارتفاع على أساس أسبوعي ب 1.22% على أساس الأسبوع السابق، وقد شهد المؤشر ارتفاعا قويا مدعوما بأداء قوي في قطاع التكنولوجيا، خصوصا في الشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي وتصنيع الرقائق. على سبيل المثال شهدت أنفيديا مكاسب بفضل تفاؤل مستمر حول رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. والجدير بالذكر أيضا قبل الانتقال إلى الشركات أن هذه الأسهم الأمريكية الآن في جلسة تداولات اليوم وإلى الآن قبل الإغلاق بساعة تقريبا تتذبذب في المناطق سلبية وبيعية، خصوصا بعد الزخم الشرائي الذي شهدناه في الأسبوع السابق. الآن ننتقل إلى أبرز الأخبار حول الشركات. نبتدئ معكم في أكسون موبيل، ارتفاع بنسبة 5%، قد حققت رقما قياسيا في ارتفاع أسهمها بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي قد تجاوز 5% نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات جراء التوترات في الشرق الأوسط، مما أفاد شركات مثل أكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم. والآن إلى أنفيديا، عملاقة التكنولوجيا، ارتفع سهم أنفيديا بنسبة 3.4% كما هو واضح في الرسم البياني في جلسة يوم الخميس السابق، لتضيف الشركة 98 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد بعد الخسائر في الأسابيع السابقة، ترجع أنفيديا وتسجل أرباحا كبيرة. والآن ننتقل معكم إلى ميتا بلاتفورمز، حيث أيضا متى هي ليست على الشاشة الآن، تستمر متى في تحقيق ارتفاعات مستمرة، حيث ارتفعت أسهمها بفضل توسع الشركة في قدرات الذكاء الاصطناعي. تقوم الشركة أيضا بدمج أدوات الذكاء الاصطناعي عبر منصاتها، مما عزز ثقة المستثمرين. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. من الخيال العلمي إلى الواقع، سيصبح بمقدرة مستخدمو منصات شركة ميتا كمنصة كفيسبوك وإنستغرام استخدام أحدث أداة للذكاء الاصطناعي، والتي تترجم أي نص مكتوب إلى مقطع فيديو أو مقطع موسيقي، حيث خرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا على الجمهور في يوم الجمعة الماضي بإعلانه عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد أطلقت عليه الشركة اسم موفي جين، يمكنه إنشاء مقاطع مصورة مصحوبة بالصوت لتبدو واقعية وفقاً لطلبات المستخدم. ولم يكن هذا النموذج وحيداً خلال هذا المؤتمر، بل قدمت الشركة مجموعة من المنتجات التي هي أقرب لها للخيال العلمي من الواقع التكنولوجي الحالي، حيث قدم الرئيس التنفيذي للشركة نظارة أوريون والتي تدمج العالمين الواقعي والرقمي،
حيث يمكن للمستخدم أن يتفاعل مع المعلومات والأدوات الرقمية دون الحاجة إلى استخدام الهواتف الذكية، وانعكست هذه الإعلانات بشكل إيجابي على أسهم الشركة لتسجل أسهم ميتا أفضل أداء لها على الإطلاق، حيث سجلت ارتفاعاً بقرابة 5% في الأسبوع الماضي، ليصبح مؤسس شركة ميتا ثاني أغنى رجل في العالم نتيجة لاستمرار ارتفاع أسهم الشركة. وتسعى شركة ميتا أن تتغلب على نظيراتها في مجال الذكاء الاصطناعي ليستخدمه أكثر من 400 مليون شخص شهرياً، كما يستخدمه 1,580,000,000 شخص أسبوعياً بحلول نهاية هذا العام. وإلى المؤشرات الأوروبية، حيث تباين أداء المؤشرات الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع الماضي. بالرغم من هذا التراجع، إلا أن معظم الأسهم الأوروبية سجلت تحسنا في جلسة نهاية الأسبوع. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. تباين في أداء المؤشرات الرئيسية للبورصات الأوروبية التي شهدت تحسناً في الجلسة الختامية الجمعة، لكنه لم يكن كافياً لتعويض الخسائر التي شهدها طوال جلسات هذا الأسبوع بسبب التوتر في الشرق الأوسط. مؤشر ستوكس الأوروبي أغلق في الجلسة الختامية الجمعة على ارتفاع 0.4% بعد ارتفاع أسهم البنوك 1.7%، والنفط والطاقة 1.6%، لكن سلسلة الخسائر التي مني بها طوال جلسات هذا الأسبوع كانت كبيرة، حيث تراجع المؤشر بتسع نقاط وهو ما يعادل 1.8%. One of the highlights for us. أحد أهم الموضوعات التي يجب التركيز عليها هو الجدل حول أزمة صناعة السيارات والمنافسة الكبيرة مع أوروبا، وتراجع معدل التوظيف والإنتاجية وكذلك البيروقراطية في مجال الاختراع والتحديث، مما يستدعي تغيير القواعد المعمول بها بالاتحاد الأوروبي لضمان تحقيق نمو ومنافسة للشركات الأوروبية. مؤشر داكس الألماني كذلك شهد تحسناً وأرباح في الجلسة الختامية الجمعة، حيث حققت العديد من القطاعات خصوصاً السيارات الأوروبية مكاسب بعد فرض تعريفة جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، حيث أغلق المؤشر على ارتفاع بنصف نقطة مئوية، لكنه تراجع ب291 نقطة في متوسط الأداء الأسبوعي، وهو ما يعادل 1.5% خسائر مقارنة بالأسبوع الماضي، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الاتحاد الأوروبي ومن بينها قطاع السيارات ومعدل النمو الاقتصادي. كانت هناك حالة من الحذر لدى المستثمرين بسبب التوتر في الشرق الأوسط، وهو ما قلل من الإقبال على شراء الأسهم عالية المخاطر، بالإضافة إلى تراجع أسهم الشحن، حيث هبطت أسهم شركة الشحن العملاقة الدنماركية ميرسك بأكثر من 8%، مع استمرار حالة القلق بمزيد من الضربات من قبل الحوثيين وتعطل حركة التجارة العالمية وارتفاع التكاليف والمخاوف المتزايدة من عدم استقرار معدلات النمو والتحفيز الاقتصادي، كل هذا أدى إلى الخسائر. مؤشر البورصة الفرنسية كاك شهد أداء جيدا في الجلسة الختامية الجمعة، حيث دخلت غالبية القطاعات في المنطقة الخضراء، ومع نهاية جلسة التداول ارتفع ب63 نقطة، وهو ما يعادل 85%، لكنه شهد تراجعا في متوسط الأداء الأسبوعي ب2.6%، فيما كان مؤشر فوتسي 100 الأقل أداء أوروبيا حيث أغلق على خسائر في الجلسة الختامية الجمعة. على الرغم من ارتفاع أسهم شركات السلاح والنفط، إلا أن خسائر باقي القطاعات كالتأمين الصحي والمنتجات الرياضية قادت المؤشر للتراجع ب20% الجمعة وبنصف نقطة مئوية في متوسط الأداء الأسبوعي. تراجع المستثمرين عن شراء الأسهم ذات المخاطر العالية بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط والخلافات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي تقود الأسهم الأوروبية لموجة من الخسائر في متوسط الأداء الأسبوعي. جمال شاهين، برنامج للأرقام لغة، من أمام بورصة لندن.
أظهرت هذه التحركات في الأسهم شعور المستثمرين الإيجابي الناتج عن البيانات الاقتصادية القوية وخاصة التقرير الإيجابي لسوق العمل، بالإضافة إلى التفاؤل المستمر في قطاعات التكنولوجيا والطاقة. قد شهدت الأسواق الأوروبية خلال الأسبوع الأخير تقلبات في أدائها متأثرة بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، أبرزها بيانات تضخم في منطقة اليورو وسياسات النقدية للبنوك المركزية، إلى جانب من المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. نبتدأ معكم أعزائي المشاهدين في اليورو ستوكس، حيث في آخر جلسة تداولات قد ارتفع بنسبة 0.68%، وقد أغلق الجلسة عند سعر 4954.94 نقطة. قد قادت الأسهم الأوروبية الكبرى مثل LVMH وسيمنز هذا الارتفاع الكبير، حيث أظهرت تلك الشركات أداء مميزاً وسط تحسن في الطلب المحلي والدولي. والآن إلى المملكة المتحدة، حيث الفوتسي 100 انخفاض في آخر جلسة تداولات بنسبة 0.02%، لكن مرتفع أسبوعياً، وقد تداول عن 8283.63 نقطة. انخفاض طفيف يعني كان في آخر جلسة تداولات، وهذا التراجع جاء نتيجة ضعف في أداء أسهم شركات الطاقة والصناعات الثقيلة وسط قلق المستثمرين بشأن تراجع الطلب العالمي على النفط والغاز، بالإضافة إلى تراجع الثقة في بعض القطاعات الصناعية بسبب نتائج أقل من المتوقع. والآن إلى ألمانيا، الداكس 30 ارتفع في آخر جلسة تداولات أو حتى على أساس أسبوعي بنسبة 0.55%، وقد تداول في آخر جلسة تداولات يوم الجمعة عند 19123.93 نقطة. ساهمت المكاسب القوية في قطاعي التكنولوجيا والصناعة مدعومة بتحسن توقعات النمو والتصنيع الألماني، كما كان هنالك دعم من الشركات الكبرى مثل سيمنز كما ذكرنا أيضا في اليورو ستوكس، التي أيضا سجلت أداء إيجابيا في قطاعها الصناعي. والآن أعزائي المشاهدين إلى فرنسا، حيث الكاك 40 ارتفاع على أساس أسبوعي بنسبة 0.85%، ويتداول في آخر جلسة تداولات عند 7541.36 نقطة. قد تعزز هذا الأداء الجيد للأسهم الفرنسية نتيجة لتحسن في أسهم التكنولوجيا، بالإضافة إلى الأداء القوي لشركات الطاقة مثل توتال أنرجيز، كما أن الإيجابية في السوق الفرنسي تدعمها التوقعات بأن الاقتصاد الفرنسي سوف يستفيد من الإصلاحات الهيكلية والبيانات الإيجابية الصادرة حول الإنتاج الصناعي. الآن بخصوص العوامل المؤثرة على أداء الأسواق الأوروبية، يعني عندنا التضخم وأسعار الفائدة كمثال. لا تزال بيانات التضخم في أوروبا مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث أثرت توقعات بارتفاع معدلات الفائدة على الأسواق، وأيضا قرارات البنك المركزي الأوروبي بشأن تثبيت الفائدة قد عززت الثقة لبعض المستثمرين، خاصة مع الإشارات المستمرة لدعم النمو الاقتصادي. أما من جانب السياسات النقدية أو المالية، هنالك توقعات إيجابية بأن الاقتصادات الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا سوف تواصل تقديم حوافز مالية جديدة للحفاظ على استقرار النمو في المجمل. تعكس هذه التحركات تفاعلات الأسواق مع المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، خصوصا في ظل تقلبات أسعار النفط والغاز، إلى جانب السياسات النقدية. أعزائي المشاهدين، الآن ننتقل إلى الطرف الآخر من الاستديو، إلى الزميلة منال حول آخر التطورات في أسواق الطاقة. جديد أهلا بكم. عوامل إقليمية وعالمية جيوسياسية تضغط على أسعار النفط، مما يجعلها في حالة من عدم الاستقرار وعاجزة عن المضي في الصعود، وبالتالي يؤكد مراقبون للسوق أن يستمر الوضع المتأرجح على حاله خلال هذه الفترة. نتابع معكم هذا التقرير. على الرغم من بعض الارتفاعات التي سجلتها أسعار النفط هذا الأسبوع، إلا أن الأسعار لا زالت متذبذبة في البورصة العالمية نتيجة عدة عوامل. اللي حصل خلال الأيام السابقة، طبعاً الأسعار أول شيء هبطت بالنسبة الكويتي إلى تقريباً 70 دولار للبرميل، ثم ارتفعت إلى أن وصلت إلى تقريباً 78 دولار للبرميل، قريب جداً من مستوى 80 دولار. طبعاً هذا كان استجابة لردة فعل أو ضربة التي قامت بها إيران ضد العدو الصهيوني،
وكان لها تأثيرها، عززت مخاوف في أسواق النفط من الجانب الآخر اللي هو جانب المعروض، بأن هناك مخاوف ربما يتأثر يتوسع الصراع، يتأثر أمن الطاقة وأمن الإمدادات في أسواق النفط، وبالتالي ارتفعت الأسعار تقريبا ما بين 3 إلى 7 دولارات. ارتفاعات أسعار النفط في الفترة الحالية مرهونة بتطور الوضع الجيوسياسي، ما أن تتجاوز منطقة 92 دولار قد نرى أسعار جديدة لأسعار النفط، ولكن حتى الآن الرؤية غير واضحة، ونمو الطلب العالمي للنفط كذلك يعتبر ضاغط للأسعار. جملة عوامل لا زالت تتحكم بأسعار المعدن الأسود، والأسواق العالمية تنتظر تغييرات سياسية واقتصادية مؤثرة لتغيير جذري في تلك الأسعار. حالة في السوق فيها تذبذب يعزز الأمر كله، والسوق النفطية والأسعار هي الحالة الجيوسياسية، هي في ردة فعل ثم تقييم للوضع العام في المعروض في السوق، وثم يحدث سواء ارتفاع أو انخفاض. في الغالب سيكون هناك ارتفاع ثم يسبقه أو يأتي بعده انخفاض بحالة حسب السوق. ضعف الدولار يتناسب بشكل عكسي مع النفط، يرفع النفط. اليوم عامل جديد، تغير في الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، فهل يعني تساؤل هل في الفترة المقبلة سوف نرى قفزات كبيرة بأسعار النفط مرهونة بتطور هذه الأوضاع بشكل كبير، أم ستكون تحركات محدودة وفي فترات قصيرة ثم يرجع السعر لوضع طبيعي؟ فموضوع الوضع الجيوسياسي أعتقد هو من سيحدد حركة أسعار النفط في الفترة. حالة من الترقب والانتظار لا زالت تسيطر على الأسواق العالمية، وأحداث المرحلة المقبلة سترسم جداول الأسعار الجديدة. جيهان حبيب لبرنامج للأرقام لغة. وللحديث بتفاصيل أكثر حول أسعار النفط وتحركاتها ينضم إلينا مجددا عبر الهاتف المحلل الفني لأسواق المال العالمية الأستاذ محمد عرفة. أهلا أستاذ محمد بك من جديد. يعني سجلت أسعار النفط يعني أكبر ارتفاع أسبوعي في نحو عامين بسبب التوترات في الشرق الأوسط، إلى أي مدى سوف تستمر هذه الارتفاعات، وهل من الممكن أن ترتفع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار؟ ماذا تعتقد؟ خلينا بس نتحدث بالنسبة لأسعار النفط. نعلم بأن هناك فائض بالنسبة للإنتاج منذ فترة طويلة وصرحت به أوبك، وهم بعد في عندنا الصين، في هناك نوع من التباطؤ الاقتصادي، وبالتالي كان هناك نوع من ضعف الطلب على الأسعار أو من ضعف الطلب على النفط في العام 2024، وبالتالي كان هناك عوامل تضعف أسعار النفط في هذه المناطق. ولكن ما حدث من أجواء جيوسياسية وتطورات تحدث بشكل يومي وبشكل كبير، نتحدث عن الاحتمالية أن يكون هناك استهداف لمنصات للنفط في إيران، وبالتالي قد يأخذ من حصة السوق ما يقارب حوالي من 2 إلى 3 مليون برميل يوميا. هذا رقم كبير بالنسبة ل يعني الإمدادات بشكل يومي. قد يكون هناك تغطية من قبل السعودية ودول الخليج، ولكن هل سوف يتم تغطية ما قيمته 3 مليون برميل؟ أنا على هذا الوضع أنا ما أظن أن سوف يكون هناك أي نوع من الاكتفاء من هذا النوع، وبالتالي سوف يكون هناك ضعف أو طلب زائد على أسعار النفط في هذه طلب زائد على النفط في الفترة القادمة. أضف إلى ذلك أن هناك سوف يكون هناك شركات التأمين سوف ترفع أسعار التأمين على البواخر أو الناقلات النفط في البحر، وبالتالي سوف يعزز من أسعار النفط. وبالتالي في عندنا 3 محاور. المحور الأول أن يكون الارتفاعات بشكل طفيف، قد نلامس مستويات 100 دولار إلى 110 دولار، ولكن ما إذا تداولنا إذا فوق مستويات 100 دولار خلال الفترة القادمة ولمسنا مستويات 110 قد نتجاوز إلى أبعد من ذلك بكثير، وبالتالي ما بيقول رقم، ولكن فوق مستويات 82 دولار واستمرار ما فوق هذه المستويات الفترة القادمة سوف نلاحظ أن الأسعار تستمر في السوق.
الصعود إلى مستويات 100 و110 دولار في الفترة القادمة. قد يكون ارتفاع بشكل بسيط في فترات القادمة، يعني 1% 2% 5%، وقد يكون وقد تأتي ضربة قوية تحدث في فترة معينة، تحدث الارتفاع القوي في لحظة واحدة، وبالتالي هذا ما لا تنتظره الأسواق في الفترات القادمة، وبالتالي مستويات 100 دولار واردة في أي وقت من الأوقات القادمة. طيب، يعني هناك طاقة إنتاجية فائضة لدى منظمة البلدان المصدرة أوبك، الأمر الذي أدى إلى عدم تأثر إمدادات الخام العالمية حتى الآن بالاضطرابات في الشرق الأوسط، برأيك إلى أي مدى سوف تلبي هذه الطاقة من الإمدادات الخام العالمية؟ من أسبوعين كان في عندنا يعني إعصارين في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل ما يقارب حوالي 30%. نتائج هذا الإعصارين ما صدرت إلى الآن، بياناتها ما صدرت على الاقتصاد الأمريكي أو على المخزونات الأمريكية في الداخل الأمريكي. الآن ما يحدث في أي منطقة جيوسياسية، نحن في منطقة حرب الآن، وبالتالي الدول المستوردة للنفط بأي شكل من الأشكال لا تريد أن تغامر في الفترات القادمة إذا ما كان هناك إمداد كافي أم لا يوجد إمداد كافي، وبالتالي هو يريد أن تصل الشحنة إلى الدولة المستورد المطلوب منها أن تصدر إليها هذه الأسعار، وبالتالي سوف تطلب بأي سعر من الأسعار، وبالتالي لن يكون النظر على مستويات الإنتاج من أوبك أو من أوبك بلس، لا، سوف يكون النظر على الأخبار والحرب الدائرة قد تتسع في بعض الشيء، أو قد يكون هناك نوع من الاحتدام في المواجهة، ولكن قد يؤثر بشكل قوي في الفترة القادمة على الطلب في أسعار في النفط في الفترة القادمة. إذن محلل أسواق المال العالمية الأستاذ محمد عرفة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. دعونا الآن ننتقل معكم إلى المزيد من أسعار النفط والزميل عبد الرحمن. أعزائي المشاهدين، خلونا نأخذ آخر التفاصيل على النفط. عندنا نبتدي بخام غرب تكساس الوسيط WTI، مثل ما نلاحظ ارتفاع ب1% ويتداول عند 74 دولار و45 سنت للبرميل الواحد، نسبة ارتفاع 1%، جدا نسبة مميزة بالنسبة للأسابيع السابقة. أيضا ناخذ الخام برنت، أيضا ارتفاع بنسبة 1% وتداول عند 78 دولار و5 سنت للبرميل الواحد، يعني هنالك توقعات أن ممكن هذه الأسعار تتجاوز حتى 80 دولار، خصوصا بعد الظروف في المنطقة والظروف حول العالم وحتى من جانب الصين. هنالك عدة عوامل تؤثر على النفط، خلونا ناخذها في آخر التفاصيل. نبتدأ معكم بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والأهم الآن تصاعد النزاعات في المنطقة يعزز المخاوف من اضطرابات في الإمدادات النفطية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع نتيجة احتمالية تقلبات أو تقليل المعروض في الأسواق أو في أسواق الطاقة. رقم 2، عندنا ضعف الدولار الأمريكي، نظرا لأن النفط يسعر بالدولار الأمريكي أيضا، يعني هذا شيء يعني لا ننسى، فإن ضعف الدولار يجعل النفط أرخص للمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مما يزيد الطلب وأيضا يدعم من الأسعار. أيضا هنالك عامل من العوامل وهو تحسن الاقتصاد العالمي أو حتى الاقتصاد الأمريكي، إذا كان هنالك تحسن في النشاط الصناعي في الولايات المتحدة أو حتى أوروبا تضيف أو إضافة إلى التوقعات بانتعاش الاقتصاد الصيني، زاد من التفاؤل أو يزيد حتى من التفاؤل بشأن الطلب على النفط في الأشهر القادمة. وآخرا الطلب الموسمي على الطاقة، مع اقتراب فصل الشتاء يرتفع الطلب على الطاقة لأغراض التدفئة، مما قد يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع في حال استمرت قيود العرض الحالية. هذه العوامل مجتمعة تفسر الحركة السعودية في أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أو حتى الأسبوع الماضي، وتعطي نظرة إيجابية لاستمرار ارتفاع الأسعار على الأقل على المدى القصير. والآن أعزائي المشاهدين لننتقل إلى آخر التطورات في أسواق الطاقة مع الزميلة منال. سجلت أسعار المعدن النفيس هذا الأسبوع ارتدادات سعرية وتصحيحية إذا صح التعبير، يعتبر الخبراء في المجال أن هذا طبيعي ويصيب المسارات التصاعدية للمعدن الأصفر. تقرير يوافيكم بآخر الأخبار.
الدولية أرقاما قياسية جديدة في أسعار المعدن الأصفر الأسبوع الماضي. سجل الذهب بعض عمليات التصحيح في أسعاره، محدثا بذلك بعض الانخفاضات الطفيفة. تقارب ما في يعني وايد، شوي ينزل شوي يصعد، يوم هيك يوم هيك، يعني مو صعود وايد، يعني صعود خفيف مو قوي يعني. بس أتوقع أن هاليومين الثانيين راح يرتفع أكثر، صعبة توقعات صعبة، الذهب مرتفع وايد، يعني ممكن يبي له وقت علشان ينزل، ممكن يصير أحسن. طبعا الحين صعبة سوق الذهب صراحة مربوط بالسياسة صراحة. جمالا هي صار لسنة عم ارتفع كل أسبوع كل عشرة أيام في ارتفاعات، آخر مدة كان عالي كثير عشان كمان بالنسبة للسياسة اللي أثر عليها، بس هلأ شوي نزلت. الذهب رفع حوالي دينارين في خلال شهرين أو شهر بالضبط، تمام، بسبب تقريبا الحروب والحاجات دي، كل ما يحصل فيه صراعات الذهب دايما في تزايد. هذه الارتدادات الطفيفة في الأسعار هي حركات يتوقعها الخبراء في مسار المعدن النفيس الذي سيعاود الارتفاع بنظرهم نتيجة عدة عوامل ضاغطة على السوق. في ناس فكروا انه راح ينزل بيجوا بيبيعوا، في ناس فكروا لا راح يرتفع خلينا نستنى شوي بس يرتفع وقتها بنبيع. ما بعرف، ما حدا بيعرف صراحة. قالك أنا صار لي 45 سنة بهالمصلحة، لهلا ما بقدر أقولك إذا راح يرتفع ولا راح ينزل. هو أنا شايف إن الذهب دائما في تزايد، يعني حتى لو لما بيهدى شوية بيجي يرد ياخد أعلى مستوى هو وصل له، تمام، وبعد كده يعدي المستوى ده تاني. يعني أتوقع في 2025 إن الذهب هيزيد أكتر كمان. ارتفاع ونزول الذهب طبعا بيأثر على المشتريات طبيعي، لكن في أحيانا بيرتفع الذهب بيحصل طفرة في المشتريات، انخفاضه بيقلل المشتريات. الذهب عموما على مر السنين ملاذ آمن للادخار، اعتبري ان اي مبلغ نقدي بتحوليه للذهب افضل بكتير من ان هو يكون نقدا. امام الاحداث الجيوسياسية المستجدة والمتقلبة التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية، فان الارتفاعات في اسعار الذهب وفق التجار ستكون حتمية في المرحلة المقبلة. جيهان حبيب لبرنامج للأرقام لغة. والآن أعزائي المشاهدين دعونا نأخذ آخر التطورات على أسواق الذهب، حيث سجل سعر الذهب الفوري مكاسبا يعني في تقريبا آخر أسبوعين، لكن الأسبوع السابق يعني كان في هنالك انخفاض، حيث رأينا يعني صفر انخفاض بنسبة 0.09% وتداول عند 2653 للأونصة الواحدة. كان انخفاض طفيف وعكس قد عكس الحذر العام في الأسواق تجاه الأصول الآمنة. ويعني عموما حتى في جلسة اليوم الذهب إلى الآن يتداول عند 2544، يعني هبط مقارنة مع جلسة تداولات يوم الجمعة. الذهب تقريبا في مناطق تصحيحية خصوصا بعدما هبط من 2587. دعونا نأخذ أبرز العوامل المؤثرة على أداء الذهب في الأسبوع السابق. نبتدأ معكم بالعوامل المؤثرة، نبتدأ في بيانات التوظيف الأمريكية. يعني كان هنالك ارتفاع عدد الوظائف بشكل أكبر من المتوقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد هذا دعم الثقة الاقتصادية وأدى إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن خصوصا في الأسبوع السابق. ثانيا، توقعات الفدرالي الأمريكي. استمر الجدل حول احتمال رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس احتياطي الفيدرالي. الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عوائد، مما يجعل المستثمرين يميلون إلى الأصول ذات العائد المرتفع مثل السندات. ثالثاً، الأسواق العالمية. استمرار التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الشرق الأوسط قد ساعد على تعزيز الطلب على الذهب بشكل مؤقت، لكن البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية خصوصاً تقرير الوظائف قد خففت من هذا الأثر الواضح. وأيضاً أخيراً، يعني تحركات الدولار الأمريكي، قوة الدولار قد ساهمت أيضاً في الضغط على أسعار الذهب. عاد ما يتحرك الذهب بشكل عكسي مع الدولار، يعني نعلم بهذه العلاقة، حيث أن ارتفاع الدولار يجعل من الذهب أكثر تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى.
في المجمل يعني هذه العوامل المجتمعة مع التحليلات الاقتصادية قد أدت إلى تقلبات ملحوظة في أسعار الذهب خلال الأسبوع، مع استمرار مراقبة للمستثمرين لتطورات السياسة النقدية الأمريكية والأسواق العالمية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل معكم إلى أسواق العملات مع الزميلة ملان، لكن بعد هذا الفاصل. ختم الدولار الأمريكي تداولاته في آخر تعاملاته على ارتفاع ملحوظ مقابل أغلب العملات الرئيسية، حيث وصل مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى عند 102.16 نقطة، وعزز من هذه المكاسب صدور تقرير الوظائف الشهري، إذ أعلنت وزارة العمل عن إضافة أكثر من 250 ألف وظيفة خلال شهر سبتمبر الماضي. تفاصيل هذا التقرير. يحتل اقتصاد الولايات المتحدة 26% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويتمتع بالاستقرار المدعوم بحماية المستثمرين وسيادة القانون، ويشكل الدولار العملة الأساسية مخزناً فعالاً للقيمة وملاذاً آمناً للمستثمرين الأجانب الذين يثقون في قوته، وخاصة خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. والدولار راسخ في التجارة العالمية والتمويل، حيث تلعب الشركات الأمريكية دوراً هاماً في التجارة العالمية، وتتعامل الشركات والحكومات الأجنبية في التجارة بالدولار، وتتبادله، وتعد الولايات المتحدة أكبر متلق ومصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء العالم. فعملة الدولار قابلة للتحويل، ومن السهل شراؤه أو بيعه في أسواق الصرف الأجنبي، في حين تستخدم البنوك المركزية العالمية الدولار للحفاظ على قيمة عملاتها. الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد، وقررنا بدء تخفيض الفائدة للحفاظ على قوة اقتصادنا. ينمو الاقتصاد الأمريكي بوتيرة ثابتة، ويقترب التضخم من هدفنا البالغ عند 2% بمرور الوقت. لا يزال سوق العمل في حالة جيدة. نسعى للحفاظ على القوة التي نراها حالياً في الاقتصاد الأمريكي، والتي تنعكس إيجابياً على اقتصاديات العالم. ويمكن أن يكون لتقلبات العملة من وقت لآخر تأثيراً كبيراً على أسواق رأس المال. بالنسبة لمعظم عام 2024 كانت أسواق العملات مستقرة نسبياً، وتحرقت قيمة الدولار مقابل اليورو ضمن نطاق تداول ضيق، وظلت القيمة النسبية للعملتين متقاربة. وفي منتصف عام 2024 الحالي حدث نشاط تسعير أكثر أهمية يتعلق بالدولار والين الياباني، فبينما كانت البنوك المركزية في العالم تدرس خفض أسعار الفائدة، كانت الفائدة في بنك اليابان تقترب بالفعل من 0%، وارتفع الين الياباني في أواخر يوليو استجابة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة لأول مرة منذ 17 عاماً، مما أدى لانخفاض حاد ولكن قصير الأجل في سوق الأسهم. وفي حين استمر الين في اكتساب القوة، ولكنه مثل اليورو عند نقطة مماثلة مقارنة بالدولار. ومنذ أن شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من زيادات أسعار الفائدة بهدف الحد من التضخم، تحسن الطلب على الدولار، مما أدى إلى تعزيز قيمته مقابل العملات الأخرى. وأحد مقاييس ذلك هو مؤشر الدولار الأمريكي الإسمي العريض، والذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات العالمية الأخرى، بناء على أهميتها النسبية للنشاط الاستيراد والتصدير في الولايات المتحدة. وتتقلب العملات باستمرار، والتغييرات عادة ما تكون طفيفة على أساس يومي، ولكن الاتجاهات قد تتطور مع عواقب كبيرة محتملة بمرور الوقت. بالرغم أن البيانات الحالية تظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً، وهو ما يتضح من عملته الرسمية أي قوة الدولار عالمياً، لا ينبغي لنا أن نتوقع العودة إلى أسعار الفائدة قبل الجائحة. تزايد الإنفاق الحكومي يوفر حافزاً اقتصادياً للبلاد عندما يقترن بخفض أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه يتزايد العجز في الميزانية، ذلك بالإضافة إلى التصعيدات السياسية التي يشهدها العالم والتي تنعكس سلباً على الاقتصاد. ولكن هل يفقد الدولار حصته في السوق؟ نعم، وفقاً لبعض المقاييس. على سبيل المثال، انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من أكثر من 70% عام 2000 إلى 59% اليوم، ولكن زادت أهمية عملة الدولار ولم تنخفض. على سبيل المثال، نمت الأوراق المالية الدائنة المستحقة بالدولار من 49% عام 2010 إلى 64% في عام 2024 الحالي. ثانياً، لا تشترك العملات المنافسة مثل اليورو أو اليوان الصيني في السمات التي جعلت الدولار مهيمناً على الاقتصاد العالمي والأمريكي.
من الصعب التنبؤ باتجاهات العملة، وقد استفاد الدولار من القوى الاقتصادية الأمريكية مقارنة بمعظم البلدان المتقدمة الأخرى، ومع ذلك يلاحظ أنه قد تكون هناك رياح معاكسة محتملة في المستقبل، فمثلا نتيجة الانتخابات الأمريكية المرتقبة، وقد نشهد أيضا تطبيقا لتعريفات جمركية أكثر أهمية، كما أن عجز الحكومة الفيدرالية آخذ في الارتفاع، ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى إضعاف عملة الدولار. داليا الكومي، برنامج للأرقام لغة، واشنطن. في حلقتنا لهذا المساء تنضم إلينا من واشنطن مراسلة قناة الأخبار داليا الكومي لمعرفة آخر التطورات في العملة الأمريكية. مرحبا أستاذة داليا. في الفترة منذ خفض الفيدرالي لسعر الفائدة وصولا لتصاعد التوترات الجيوسياسية حاليا، كيف تأثر الدولار بظل الأوضاع الراهنة؟ وهل يعني وعلى العكس مثلا، هل الاقتصاد بشكل عام كيف تأثر بكل هذه الأمور؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدينا الكرام. التأثر بالنسبة للدولار طفيف، فهناك ثقة في الاقتصاد الأمريكي. يعني الاقتصاد الأمريكي أثبت بفاعلية كبيرة قوته وتمكنه من تجاوز العديد من الأزمات. يعتبر أيضا تعتبر عملة الدولار ملاذا آمنا لمعظم التجار ومعظم المعاملات المالية العالمية بسبب قوة الاقتصاد الأمريكي وحماية الفيدرالي الأمريكي للاقتصاد الأمريكي والوقوف إذا صح التعبير وراء ظهره، حتى لا تنزلق العملة أو يحدث لها تغييرات من شأنها أن تؤثر على الاقتصاد العالمي. فمهما كان قوة الدولار فهي ثابتة، وهو بالنسبة لمعظم العملات يعتبر الآن ومنذ سنوات عديدة ما زال الملاذ الآمن عقب الذهب إذا صح أن نقول في المعاملات التجارية العالمية. طيب أستاذة داليا، يعني هل طرأت أي تغييرات إيجابية أو سلبية على الدولار مع وصولنا لختام تداولات جلسة اليوم بعد قليل؟ على العكس، على مدى الستة أسابيع الماضية تمكن الدولار من الحفاظ على مكانته، بل على العكس ارتفع نقطة فاصل 0.6% على مدى الستة أسابيع الماضية. نستطيع أن نقول أنه اليوم خسر نسبة بسيطة جدا، ولكن هذه النسب المتفارقة يوميا لا تؤثر على قوته، وهي نسب ضعيفة جدا من شأنها ليس من شأنها التأثير على قوة العملة التي ما زالت هي العملة الرئيسية الأولى للتعامل عالميا. طيب يعني هل هناك أي توقعات بشأن تحديد خفض جديد للفيدرالي خلال الربع الأخير من العام؟ هناك اجتماع للفيدرالي قريبا وسيتم تحديد إذا كان سيتم تخفيض الفائدة بنسبة ربع أم نصف بالمئة، ولكن التقرير الأخير، تقرير الوظائف الأخير الذي صدر وأوضح أن هناك زيادة في ضافة الوظائف بنسبة كبيرة، يجب أن يجعل الفيدرالي يراجع نفسه إذا ما كانت سيزيد الفائدة بنسبة ربع أم نصف بالمئة، وذلك بسبب أن التشدد في السياسة النقدية بصورة كبيرة كما حدث قد يودي بالاقتصاد في ليس فقط التضخم، ولكن يدخله في حلقة من التراجع، وهذا ما لا يريده الفيدرالي. ولكن هناك توقعات من الاقتصاديون منذ أن صدر منذ ساعات صدور التقرير الوظائف الأخير بالنسبة للولايات المتحدة، يحذر الفيدرالي الأمريكي أنه يجب أن يحدث الموازنة بين إضافة الوظائف وعدم دفع الاقتصاد نحو البطالة، وهو ما سيؤدي إلى انهيار أو تراجع الاقتصاد الأمريكي. إذن مراسلة قناة الأخبار داليا الكومي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نترقب خلال الفترة المقبلة أبرز البيانات والمؤشرات المؤثرة في الاقتصادات العالمية كالإنتاج الصناعي الألماني الشهري والسنوي والميزان التجاري الأمريكي، بالإضافة إلى الصادرات والواردات التي من الممكن أن تعكس توقعاتها على الدولار، وبيانات الإنتاج الصناعي في بريطانيا التي لها علاقة في تحديد القيمة الإجمالية لمنتجات المصانع. وصلنا إلى الختام، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.